سميتو لابيلون خويا عاد لي عندي خويا قتلوا لي خويا دوروا خويا ثلاثه خويا اللي دوروا واحد خويا ضربو بكيلو على راسو تقطع والاخر كيخرج فيه بالجنوي ربي يا ربي خويا امسي عليا يا ربي خذوا لي حقي انا ما بغيتش نزيد نشد في الحبس انا بغيت يعدمو انا بغيتهم يعدمو لما ماتش السيد ما غاديش يرتاح يعدمو اخويا وياخذوا له كيقولوا راه رجال ما كاينش الرجله ما كاينش الرجله اخويا انا فايت مني انا تحقرت في عزيب الدرعي وما كاينش اللي حام عليا كلشي كيتفرج الدري طايح والاخر كيغيز فيه ما كاينش اللي فكو يشدوا ربعه كيفونوا القتال يديروا لي غير هكا اللي فهم غادي يطيح ويحيدوا لي الشر اخويا الله يرحمه ندوي على الحق ندوي على الحق غندوي على الحق اختي ندوي على الحق علاش انا جيت انا جيت قدام الكاميرا تسوقني نهضر معاك باش توصل لك الفكره شي كنحلف لك بالله شي كون ما قتلت هذا كان يتقتل الاخر هذه هي الهضره اللي نقول لك كون ما تقتلت هذا كان يتقتل الاخر واش عمركم شفتوا هاد عباد الله هاد الناس مجموعة عليه امه ديال لا اله الا الله هو كيخرج فيه وهو ميت وكيعاود يطعنه عنده 28 طعنه على مستوى الراس عنده 26 طعنه على مستوى الكرش وعنده 26 غرزه على مستوى الكلوه والظهر ها عباد الله واش حنا في دوله الحق والقانون ها امير المؤمنين ها محمد السادس عاش الملك عاش الملك رحنا شعبك محمد السادس كيما دخلتي على الخط ديال عثمان مباشره ديال عدنان دخل معايا على خط زهير عاشير خذ لي حق خويا بغيت هاد السيد يطبق في حقه الاعدام امام الملأ عك عك عباد الله اشهد ان لا اله الا الله ربات لي خويا اغتصب لي خويا هاد السيد راه غصبوا في شبابه في حياته في عمره دري في مقتبل العمر كيبلغ في السن ديالو 24 سنه كيشهد لي الجميع بان هاد السيد اخلاقه حميده سن صوابق ما كيدير حتى شي حاجه انا راه تشويت في خويا انا راه جاتني صدمه نفسيه انا راني مريضه وتكرفص عليا حتى انا خيط سته الغرزات وضربني عليه الخفخدي وضربني على ظهري وهي صرت في كفه 30 يوم ها هي انا كنطالب المواطنين المغاربه خارج الوطن وداخل ارض الوطن يتعاطفوا معايا كمواطنين انساوني واش انا مواطنه مغربيه يتعاطفوا معايا كخوتي في الاسلام انا بغيت الشعب المغربي الحر كندوي على المغاربه الاحرار يساندوني في هذا الموقف هذا اللي ما تقدرش يوقف معايا يساندني غير بالبارطاج اللي ماشي بالبارطاج غير بالدعاء كل شيء ماشي احنا مسلمين عباد الله واش السيد طلعت لومبيلونس واش هو عنده الحق ميت وضاربو قاتلو واش عند الحق لومبيلونس الوقايه المدنيه تطلع القاتل مع خينا اللي ميت احنا راه ماشي في دوله الحق والقانون اون بليس دو سا لومبيلونس ساعتين السيد كينزف وما جاتش الوقايه المدنيه من هذا المنبر كنحملها المسؤوليه ديال انها ما جاتش في الوقت ثاني حاجه السيد مقتول قاتلو وملي طلع لومبيلونس جبد لي الحنجره ديالو وصل لومبيلونس واش ماشي حشومه واش ماشي عيب انا خويا كون ضربو رموق ما بقاش فيا خويا كون مات موت الله نبكي عليه شويه ونسكت ولكن خويا طعنوه خويا غدروه دوروا ثلاثه الناس واش هو سبعه عباد الله والدنيا كامله كتشوف حنا في دوله الاسلام انا كنطالب من جلاله الملك محمد السادس نداء تنوجه لمحمد السادس الله ينصر سيدنا انا مزاوقه فيك الا ما دخل لي على هذا الخط ديال زهير عاشير كيما دخلتي على الخط ديال عدنان وخذ لي حقي امام الملأ انا بغيت في حقه الاعدام يطبق الاعدام انا راه غنخرج هاد العشيه غندير مظاهره راه ما ياخذش لي المخزن حقي راه غنبقى نجري حتى ناخذ حقي هذيك اللحظه ليله الحادثة نهار ثلاث تكرفس عليا شرق لي بيجامتي وملي طحت فوق خويا لقيتو ميت شتف لي فوق ظهري بسبادريتو ها نتوما كتشوفوا هادشي راه من عين الحادث من البلاصه ها نتوما شوفوا هاد السيده اش دار لينا تكرفص علينا بمعنى الكلمه زائد انه قبل شي 8 شهور دابا كان هاد الجنويه مليوح في الفيسبوك حدا بغداد عطاو 3 شهور واذا بينا كنتفاجئوا بيه خرج كيفاش خرج حنا هاد الموضوع لا يخصنا انا كنطالب من جلاله الملك محمد السادس يشوف بالحاله واش هادي حاله عباد الله واش هادي حاله الاخوان المسلمين واش هادي حاله هادي راه ماشي حاله هادي انا راه جاتني صدمه عباد الله راه مات لي خويا راه ماشي دبانه هاديك عك
معاك عاش الملك خذ لنا حقنا في الاعدام. بغينا الاعدام في حق ود العوينه، بغينا الاعدام يكون عبره لمن يعتبر. هاد السيد خاص يكون عبره باش مره اخرى ما ياكلش الفاني وقت العباد الله. هذا راه قتلوا امام الملأ، ماشي قتلوا مدرق ولا في الليل، راه قتلوا مع 4 ونص تاع العشيه، كلشي كيشوف. حسبنا الله 4 تاع العشيه فينا واد الامن؟ ساعه بنادم مواتي تشاير صاحبي، فينا واد الامن صاحبي؟ ما كاينش غيب اسف. وعباد الله في مراكش، وعباد الله الامن، وعباد الله في مراكش هي تدوك فعلا نصراني، نصراني تدوك عليه تيجي وبنادم مضارب ساعتين، فينا واد الامن؟ عيب وعار والله، لا عيب وعار. الامن خاص عباد الله، الامن هو كل شيء، الامن هو كل شيء. لا ما كاينش الامن ما كاين والو. السلام عليكم. الرسالة واضحة. هذه ليلة الحادثة، ليلة الحادثة، أنا ملي لقيت خويا ميت في مصلح الحادث، ملي جيت كنغوت خويا، خويا هذاك المجرم وعدني بجنويته، ضربني طيحني في الأرض، تكرفص عليا، ضربني بسلاح أبيض في إيدي، ضربني على مستوى الفخذ ديالي، ضربني على مستوى الظهر، تكرفص علينا مزيان هذا السيد هذا. أنا اللي بغيت نعرف، أنا بعد ليلة الحادثة مع 4:30 تاع العشية ما جات لا لومبيلونس لا استافيت لا والو. انا هوت مضروبه حفيانه حتى الولايه باش طلعت المخزن المسرح الجريمه. عاد مشيت للسبيطار، عاد لومبيلونس جات. واش عباد الله لومبيلونس كتقول لك واش كاين الدم اللي نجو؟ واش بغيتو تيكون الدم اللي تجيو؟ وها هو الدم شتو دابا، ها هو الدم كاين. عتقونا عباد الله، عتقونا، ساندونا، خذوا لنا حقنا، خذوا لنا حقنا عباد الله. هاد السيد اللي ما درا ولد الوطن، ماشي ولد عبد اللطيف وولد ليلى، راه ولد العالم ومشى شهيد لانه مغادرينه، مدورينه ثلاثه الناس. عيب وعار هادشي اللي كنشوفو في دوله الاسلام، عيب وعار هادشي اللي كنشوفو، عيب وعار. حشومه، انا كنناشد جلاله الملك محمد السادس، العار تاع الله وتاع وليداتك، راه اليوم الدنيا وغدا الاخيره. الا ما خد لينا حقنا في ولد العوينه راه خرج لينا، ضيعنا في هاد الشاب. انا بغيت الحق هاد السيد، حق الاعدام. انا ما بغيت والو، انا بغيت هاد السيد يتعاقب بالاعدام، ما يهبطوا المعذب، ما يهبطوا المعدد. ما بغيناش نشد الاعدام، انا بغيت ليه الاعدام. وهذا الشيء يطبق، يطبق كما دخلتوا على الخط ديال الطفل عدنان، وعلى 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 القضيه ديال حنان، دخلوا معنا على الخط ديال زهير. دخلنا عليكم بالله اخواننا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تعاطفوا مع اخوتكم، تعاطفوا معايا. راني ضعت في خويا، راني ضعت في كبدة تاع عباد الله، راني جاتني حاله نفسيه صعيبه، راني تصدمت، راني دخلت في هستيريا لانني كنت حاضره ليله الواقعه. العار محمد السادس، دخلنا عليك بالله، وعار وليداتك، وعار ميمتك. لما دخل معنا على هذا الخط ديال عاشر زهير، خذ لي حقي، انصفني، انصفني يا محمد السادس، انصفني. انا كنشوف انا هاد الناس اللي واش عندهم القلب ولا ما عندهمش، لي انا محروقه على خويا وهما كيطعنوا لي في شرافي وكيكذبوا عليا وكيقولوا ديك الدريه كانت مع داك السيد. انا داك السيد عمر كتبيني معاه شي حاجه، ما عمر داك السيد انا كتبيني معاه شي علاقه وكيكذبوا عليا. والله ياخذ فيهم الحق. واش نتوما اللي كتكذبوا؟ ما عندكمش خوتكم، ما عندكمش مواتكم، واش ما كتخافوش الله؟ انا محروقه على خويا وانتوما كتزيدوا عليا، مرتوني، محشومش عليكم. الله ياخذ فيكم الحق. وهذوك اللي كيقولوا عليا ديك الهضره غنتابعهم قضائيا، حيت شي اللي كيقولوا كلشي كذوب في كذوب، ما تكذبوش عليا انا وطعنوني في شرافي. الله ياخذ فيكم الحق هادشي اللي غادي نقول. بالنسبه لبعض الاشخاص اللي تاهما الله يسمح لهم، ومن حقكم انكم تتابعوا قضائيا اللي قاموا بالتصوير. يعني السيد كينزف، السيد في واحد الحاله صراحه اللي هزت المغرب كامل، وبلادهم جالس كيصور فيه الفيديوهات اللي شفنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. اش غادي نقول لك اخويا؟ واش هادوك عندهم القلب ولا ما عندهمش؟ هادوك ما غنقولش عليهم انا رجال، غنقول عليهم رعاوين. حتى شكون كانوا رجال كضربجهم النفس على خويا وفكوه. وكانوا 4 ولا 3 ما يخلوش خويا يموت، كو 4 فيهم ولا 3 ضربتهم النفس غيدوروه وما يخلوش خويا يموت. كيشوفوا فيه كيخرق فيه في كرشو وكيجبد ليه مصارنو، وتا واحد فيهم محن، كيصوروا بالتليفون وكيتفرجوا، وشي كيضحك وشي كاع ما مسوق. الله ياخذ فيكم الحق نتوما وهذاك اللي قتلوا هذوك اللي دوروه. الله ياخذ فيكم الحق، حسبي الله ونعم الوكيل، والله يرحم المرحوم. واش غادي نقول لك؟ الله يصبرنا على فراقه، وحنا راه ما صابرينش. كنقسم لك بالله لا باقا لحد الان مصدوم ومطيقاش باللي خويا مات. خو واحد اللي عندي مسكين تغصف في شبابه، كان مسكين باقي كيحلم وباغي يمشي لاوروبا وباغي يوصل كما غصبوا ليه احلامه وغصبوا في شبابه. والله ياخذ فيهم الحق. هما هنايا اللي كيبغي يدير الصلاح ما كيبغوش، واللي باغي يسهل اوروبا علاش قتلوه؟ وكانوا وش الشمكام لا ولا اسفي اللي صالح كيقتلوه، اللي بغات تقابل دارها كينوضوا ليها. اسفي هاد الظاهره ولات فيه،
اللي نقي ما يخلوش، خاصو يموت. اللي بغى يدير الصلاح خاصو يموت، ما يبقاش حي. هذه عادوك ظاهره ولات في اسفي. هاد المراه تصايب حكاك على وليداتها، خدمت على وليداتها، كان هاد الوليد كابر في الدار، انا تنعرفو مني صغيور، زاد من الكرش كنعرف امو. الله عمرها دار اسفي ولات فيها الظاهره. موت صلاح خاصو يموت، اللي بغى يعاون الدوله خاصو يموت، اللي عنده ملك خاصو يموت. اللي قال الحق راه خايب، واللي باغي يدير الصلاح ما يخليوش، ما كيخليوش. خويا مسكين، خويا مسكين، ولات في اسفي، ماشي في المغرب كامل، هذه ولات في اسفي. ما يستاهلش، ما كيستاهلش هذيك الموتة اللي مات مسكين. انا كنعرفهم مني صغيورين، مهم ما تعذبت عليهم، تمرتت عليهم قبل ما يمشي باه لاوروبا، قتلوه على اوروبا، قتلوه على اوروبا، حيت الدري غادي بيه باه غينقدو ونقي، وناس نقيين وناس عائله. الله عمرها دار واسفي ما قتلوش، كيبغوا بنادم الصالح، ما تلاوش كيبغوا بنادم اللي غيوكل الخبز للناس. عادو صافي كيخرجوا عليه كيقتلوه بالقتل، ولا الا يتبعوا الطحراش، الطحراش رجالو كيحرشوا، ولا الطحراش شي كيحرضوا على شي، شي كيحرضوا على شي. اسفي خصو تكون، خاص المخزن كون ما كون ما كانش المخزن، راه الناس العيالات ما غيبقاوش في الديور، راه العيالات ما غيبقاو المخزن. الله عمرها دار عندنا المخزن، ولكن السكان ما تلاوش عندنا، السكان ما تلاوش عندنا. كوما المخزن حامينا، المراه ما تخرجش، كوما المخزن حامينا، وكوما البوليس حامينا، المراه ما تخرجش. انا بعدا مني خرجت 17 عام، هادي ما طراجلي وخرجت، كنخرج بزاز وكنهرب، وكندخل كنهرب. جيران قال دابا واحد ولد، نيت ولد جيران دخل على الناس وخرجهم ليا من الدار، ومشيت شكيت وقلت لهم هذاك الولد هو اللي كيدخل، هو بغى يكذب الراجل، وقال لهم راه السكيريه، ما كاين حتى سكيري، ما كيقرب لينا حتى واحد في بلاد الجد. انا ساكنه في بلاد الجد وما تيمسنا حتى حد، المخزن حارسنا، ولكن حنا اللي خايبين. انا خليو الدري واخا غير يعيش، واخا غير يعيش يكون مضروب، واخا غير ما يحرقوش امو عليه. اخويا راه بزاف هادشي، حتى حنا راه عندنا وليداتنا، راه التكوينه. انا طحت البارح بغيت نجي غنعزو غنكنازه، طحت ما قدرتش نوض من بلاصتي، ما قدرتش على حقاش بحال خويا، ما حرقتش عليه عين امو. حتى حنا شوينا على هاد الولد، ولد نقي، ولد مربي، ولد مخلق، امهم تعذبت عليهم، هو دار الكعك، خدمت عليهم، دري صغيورين، انا كنعرفهم، دري صغيورين، دري كيتريني، دري نقي، دري كيتريني، اسفي واقي راه ولات فيها الدراري، بحال خوتنا حنا الدراري هنا في زيد درعي ولا في اسفي، كله بحال خوتنا. المراه النقيه خاصها تموت، المراه اللي دير الصلاه خاصها تموت، ما كيديروا لنا والو، ما عمرنا شفنا منهم كيفاش كيديروا لنا الصلاه. كاينه الحقره، الحقره السكان ديالو حقروا بعضياتهم، كيشفاو، ما كاينش دابا. شتي مثلا قلت المسلم، لا كنتي ضعيف ما تعيش، ولا كنتي راجل عندك النفس بربي ما تعيش، كيعيش المسلم، كيعيش الحميش، وخلاو الناس نقيين، والناس اللي باغين ياكلوا الشميش اللي كيعيش، ودخلوا البلاد خوك المسلم كيضرب معاه، خربوا البلاد، علاش دور بها من هنا؟ علاش من هنا؟ حدوا لهم الشراوة. محمد عزب دري لك الدوكاس كيتفرج خويا، بس كيتخيز، ما كاينش ضرب الجنك، حرام منكر، كيصوروا فيه بحال كيصوروا فيه بدم بارد. دابا هو شوفي سمحي لي، هو هاز الموس وكاع الناس وكيضرب هاد الموس، مالو الموس علاش شدوه من الله؟ علاش شدوه من الله؟ علاش شدوه من الله؟ شابعينو العين، شابعينو العين، تطيروا الله يطيروا العين، طحراش ما كيبوش بنادم اللي كيدير صلاح، كاينه في منو الحلوه. انا لا كان عندي، الاخر راه غيجي ياكل تاو معاك طرف تاع الخبز، الاخر غيخدم معاك ياكل. دابا ما خلاوش بنادم ياكل طرف تاع الخبز في اسفي. انا كنت كنبيع ونشري في هنايا في عزيب الدرعي، انا كنت كنبيع ونشري، انا تكريتيت وكليت العصا، وكلشي كيتفرج، كلشي كيتفرج فيا، انا مراه طايحه، وحتى شي واحد ما بغى يفكني، وحتى واحد ما بغى يشهد ليا، وكلهم كيشوفوا. السيده اللي بغات تشهد ليا رحمها الله، في الاخر اش غندير؟ مشيت درت التنازل، علاش؟ ما كاينش شهود، غنبقى طالعه نخسر فلوسي في الكوميساريات والمحاكم، غنبقى غاديه جايه انا خاسره فلوسي، وفي الاخر ما كاين حتى شي نتيجه. اللهم قلت الله اللي غادي ياخذ ليا الحق ديالي، درت مناقص من شي بيع وشرا، مناقص من شي حاجه كناكل اللي كتب الله، وجالسه في داري. الدراري ديال عزيب الدراري ما كيادوناش، ولكن كاينه واحد الطبقه الحقد والبغض في قلبهم، وماشي رجال، ما تهضر معايا يديك كشكش لك كانه راجل، كانه راجل، ولكن ملي توقف معاه الصح صحيح ما كتلقاش الرجوله. خوك المسلم هذاك خوك، وهذاك خوك، هذاك ما نبغيولهش الحبس، والاخر ما نبغيولهش الموت. ربعة خمسة ستة عشرة يشدوا واحد، وعشرة يشدوا واحد، يفرقوهم، يحيدوا حشومة،
حشومه خاصهم في منا خاصهم غير يتفرجوا خاصهم غير يديروا فيديوهات. الدري ما يستاهل. شكون غير يستاهل؟ كون غير شي واحد اللي غادي وكيادي في عباد الله، كون غير شي واحد اللي كيضرب وغادي وكيقتل وهز الجنوي وكيضرب في عباد الله. الدري كيتريني ما كيدير حتى شي حاجه ونشهدوا فيه. الدري تا ضربه ما عندوش في الجسم ديالو ما لا في وجهه ولا يعني دليل على انه الدري كيتريني ولد دارهم ولد مو اختو وحده اللي عنده حشومه. عيب وعار، عيب وعار، هادشي عيب وعار. تعدل تعدل، وحنا كلنا كنطالبوا بالاقصى العقوبه. كنطالبوا لي بالاعدام ماشي باقصى العقوبه. لا ماشي الاعدام، التعذيب، التعذيب عند الاعدام. كيما عذب هذاك الدري، كيما عذبوا، كيما عذبوا. جبد لي قرجوط وسط لومبيلونس، الله يخليك. طلعوه مع لومبيلونس، جبد لي قرجوط. مش عارف الحق كيدخل الموسوي، جبد لي قرجوط. ما حشوماش، ما عيب شعار، ما عيب شعار. الدري ميت وانتم كتفرجوا فيه بدم بارد كأن شيئا لم يكن. انا امراه، ملي ما انا امراه، ملي ما تدخلوش رجال كانوا العيالات يدخلوا يبوسوا رجليني يبوسوا يدين يديني اي حاجه. واش لابيلاس كتعيط لك يقول لك واش كاين الدم؟ واش شتي كيموت بنادم عاد كتجدوه؟ ما عمرنا شفنا هذا الشيء. ما دايرينش خدمتهم الوقايه، ما دايرينش خدمتهم. تي كيموت بنادم عاد شي كيهزوه. المهم ربيو الحق وطلعوا معاه القتال وسط لابيلاس كيجبد لي في قرجوطه. انا كنطالب الله يلقاني. انا ماشي اختو، انا راه واحد صديقه ديال العائله، ولكن انا ضربتهم النفس. كنطالب انا بنفسي بحال ولدي بحال خويا كنعتبروا هذاك الدري. كنطالب بأقصى العقوبة ليه كاع اللي بحالو. كنطالب اليوم بأقصى العقوبة. انا حقاش عندي وليداتي، انا ولدي بنتي يخرج كنبقى نقول شوف يا ولدي، يجي شي واحد يسولك يقول لك غير فين جات هاد الطريق هرب غوت، قول له ما هضرش فار ما تقربش. علاش؟ خوفا على وليداتنا. بنتي كنقول ليها اش جيت تسولك شي وحده تقرب لك راه غيكون في يديها شي حاجه تشمها لك، راه غديك تذبحك، راه غديك تقتلك. كنوصي لان بنادم خلي. انا شفت تعدو، ما كاينش ليا راجل ومات راجل ومات عاس فيه ولا فيه تعدو من الجيران. انا اللي ذبحت راجل كنوضو كيدخل ليا على المراه، خرجها ليا من الدار وجرى عليها، عندها من يولو 70 وانا دايره خاميه للباب، دايره خاميه للباب وما شديتش المراه، ما قلتلهاش عطيني الفلوس. والمراه خجرا عليها وولدو كيدخل وكيقول لي الا قعدتي حتى قلتي ولدي اللي كيدير داك الشيء راني مشيت معاه للكوميساريه، والا قلتي ولدي اللي كيدير داك الشيء غيديك الوكيل الحبس وغنجيب لك صحاب لي ديستي من العماله. راه حدايا في بلاد الجد، راه البيت دار مسدوده كدير 36000 ريال في البلاد، والله 30 وجرى على الناس راه مخرجوا. وانا مع كورونا جمعيات، شوف لينا جمعيات يتكلفوا جمعيات، راه كاينين جمعيات. انت رئيس جمعيه ولا انت في الجمعيه؟ كنطالبوا حنا من المنابر الاعلاميه يتكلفونا يوقفوا مع هذا السيد. هذا السيد بغيتو انا يتربى يكون عبره، يكون عبره. بغينا حنا كلنا يتربى، كلنا زوير، يكون عبره، يكون عبره للناس الاخرين اللي كيتعداو، اللي كيتعداو. خاصو يكون عبرة، الناس كاملين خاصهم يهضروا، لأن هذا ولدنا وخونا وكل شيء فيه. ما خاصناش نسكتو، خلي الناس يكونوا عندهم اللي يهضروا. دراري كاملين يهضروا. شوفوا الدراري عيطوا لك، التربية. خلوا معاهم. عيطوا للدراري شوفوا ابنا كاملين. اخوان السلام عليكم، عزاؤنا وعزاؤكم واحد اخويا. والله يرزق الصبر اخويا فالدار. فهادشي اللي وقع اخويا راه ماشي الصغير اسفي، هز المغرب كامل والمغاربه كاملين كيضاربوا مع العائله تاعو. اه كاين اخويا، فصراحه هادشي اللي ولينا كنعيشوا فيه راه ولا كيخلع بعض المصطلح هذا ولا كيخلع. اش نقول لك اخويا، اش نقول لك؟ اسفي اسفي كامله ولات بحال هكا. اش نمشي دابا هما، دابا هما انا الحاجه الوحيده. شوف اشوف شوف خويا انا الحاجه الوحيده اللي غادي نقول، وهاد الجامع اللي فوق مني الحاجه الوحيده اللي نقول، انا ما عارف شنو طاري بيناتهم. فهمتيني؟ انا ما عارف شنو طاري بيناتهم، ولكن انا كنشهد باللي هاد الدري هذا، هاد زهير، راه صديق طفوله. انا راه كنت ساكن هنايا، ولد عزيب الدرعي، والاخر محسن حتى هو عنده وليدات وعنده مراه، فهمتي؟ الله يحسن الله يحسن الله يحسن العوان. انا ما عرفتش، انا ما عرفتش. لا سمع، لا سمع، لا سمع يا اختي، خليني نكمل. اختي اختي انا نهضروا في الواقع، نهضروا في الواقع. اختي اسمعيني، زهير زهير اخويا، زهير اخويا الله يرحمه، ندوي على الحق، ندوي على الحق، غندوي على الحق اختي، ندوي على الحق. علاش انا، علاش انا جيت، انا جيت علاش، علاش باش نتفلى، باش ندوي على الحق اختي. هذاك السيد الله يحسن عوانه، قتل
لا كان مقرقعب ولا كان داير شي حاجه الله اعلم. فهميني اختي شنو نقول لك، ولكن انا ما عارف شنو هو بالضبط، شنو هو المشكل اللي وقع؟ فهمتيني؟ فهميني فهميني اختي، فهميني اختي، شوفي فهميني اختي، شوفي شوفي اختي، نقول لك واحد الكلمه، نقول لك واحد الكلمه، شوفي تسوق علينا اختي دابا حنا قدام الكاميرا، تسوق علينا نهضر معاك باش توصل لك الفكره. شي كنحلف لك بالله، شي كون ما قتلت هذا كان يتقتل الاخر، هذه هي الهضره اللي نقول لك، كون ما تقتلتش هذا كان يتقتل الاخر. حل هذه المدينه، دابا هذه المدينه اخويا خصنا نديروا لها حل. اش هذا الشيء اللي واقع؟ انا كنعيشوا في الرعب. لا حتى الشيء المدينه اللي واقع ما تقدر تخرج مع الربعه، تخرج مع الخمسه، ماشي افار لواحد ولا الجوج الثلاث بالنهار. اشي بالنهار يقدر يوقف عليك واحد غيدي لك ديالك ياك، على التمن غيكون هو زاد واحد مسطره، اش غدير بها انت؟ انت ما عندك والو، فهمتيني اخويا؟ اش ما عندك والو ياك؟ هذا هو المشكل. ملي غيوقف لك بنت غيوقف لك مسطره غيدي لك ديالك ياك، اختك ما تخرجش، امك ما تخرجش، هي المدينه. انا كنطلبوا من جلاله الملك يدير شي حاجه ويدير شي حل، ولا وصلوا هذا الميساج هذا خصو يدير معنا شي حل للمدينه هذه، حتى المدينه عايشه بالرعب وفي القمع. المدينه هذه عايشه بالرعب عايشه بالقمع. يعني انت القوي ياكل ياكل لنا خويا. يعني شنو خصنا نديروا؟ خصنا نوضوا نوقفوا لهذ المدينه هذه باش تقال. خصها المدينه خصها تقال. شنو بغا يولي تخرج اختي وامي وراه ما بقاش غير انا غنبقاش غنديروا شي حل. على الاقل على الاقل هذاك ود عزيب الدرع ياك، هذاك هذاك ود عزيب الدرع ياك، هذا ود عزيب الدرع والاخر غير قريب ليه. على الاقل هادو اللي كانوا في السوق كاملين كاين عليهم يفكوا. وعشرين واحد شي حاليه يدخل بنادم، شي يدخل بنادم بالصنادق كاين الصنادق يستردي، يدخل بنادم بالصنادق يستردي. هاي لو انا كنت انا خويا ما نكذبش عليك والله، كون كنت الا نكذب عليك الله يرزيني بيت بتربي بيت ما نلقاش مو يمشي شي غنلقى غندير محاوله. ما لا ما تجيش في الدقه، المهم غندير محاوله صندوق غنضرب به واحد فيهم صافي غادي يشوفوا غيشوفوا تيعياو غادي يرجع اللور غادي يرجع اللور. ولكن بنادم ما كيفكش حشومه صاحبي، روح طيحه قدامكم اصاحبي انتم تيموت صاحبي. انا ما خليتش عليه من جهدي، انا دريه ما خليتش عليه من جهدي، ملي مشيت نقول لقيت خويا طيح في مسرح الحدث هذاك مع اكثر من جهدي تشلقت مع اما. انا اختي انا ما تخلقاش من الكلمه اللي قلت. انا كنت طالب جلاله الملك محمد سعد الواقع. انا قلت انا قلت اختي انا ما كنتش فهمتيني، انا ما كنتش ما عرفتش شنو السبب بيناتهم، ولكن ولكن كما كان المشكل اختي كما كان المشكل كنقولها اون بلان بيبليك دابا، كون ما قتلتش الزوال كان غيتقتل الاخر. المهم واحد غيموت، واحد فين كان غيتخص، واحد غيموت، واحد فين كان غيتخص، ولكن ما عرفتش شنو السبب. فهمتك 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 فهمتك. كل جاب وحده وكل جاب وحده ما يخليش يقتلو. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير للفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.